كان يتكلم عن ولاية الرسول ذكر أن ولاية الرسول ولاية روحية، أي أنه تطرق إلى حكم الرسول على المدينة ولم يتطرق إلى الإسلام. المناخ اللي كان مصاحب لكتاب الإسلام وأصول الحق صراع أيديولوجيات من الطراز الأول. الشيخ علي كان يعني مباشر شوية في تعاملاته، ما كانش دبلوماسي قوي. احنا كل اللي بنحاول نعمله ان الرسالة دي توصل، لا يعني كنوع من نبقى ساهمنا ولو بقدر بسيط جدا في فكرة التنوير.